تقدري تقول لنا السميه ديالك؟ الزهر. الزهره. الزهره فين كتسكن؟ هذا الحي اللي كتسكني فيه كيسميتو سدرة بوعمود. الزهره بغيناك تحكي لنا كيفاش وقع لك. جيت من الدار ديالي، جيت عندي الواليد. إذا كان ممكن ترفعي شويه الصوت، جيتي من الدار ديالك عند الوالد، هذه دار الوالد. وانت الواليد وجيت خارجه نروح للدار ديالي، ملي جيت خارجه تلاقيت معاه في التراب. تلاقيتي معاه؟ ما تقولي لنا سميتو، قولي لنا غير بلا ما تقول الاسم ديالو. تلاقيتو، يعني تلاقيتي مع هذا اللي ضربك؟ وانا كاع حسيت بيه، حتى خرجت عند الدار ديالي شدني منه، قال لي راه تمشي معايا. قول لي تفي معايا، وبقيت انا عند التفنادي انا نمشي معاك. بقيت نزقي الدرو، ولا بقيت نزقي نزقي نزقي، جيفني بالخمار اللي بها العيلة، وجي جيفني بالخمار هكا ديالي ايه وصافي. المهم شتا انا طحت له في الارض، بقى يجيب مني من رجليا، طالع على رجليا وقبط لي رجل قاعد عليه السنة ورجع في الارض. قال لي نكبر داك وانت سكتيش. بقيت جاية نزقي نزقي نزقي، وركني على ركابيه ودار لي الموس، دار لي الموس من هكا باش يذبحني. يعني دار لك الموس باش يذبحك؟ هذه هي الذبحه اللي باينه هنايا في التصويره. واه قال لي موسى باش يذبحني. انا واحد الولد قال له اه يا صار صار صار، مي قال له صار داك الولد هو دار عند الولد، انا نقلب له قال لي قلبت له، جات لي الضربه من جاتك الضربه في العنق؟ واه ايه ايوا هذيك هي. ملي شافني هكا، ملي كان شدني هكا، تلقى من السنسله، قال لي السنسله، دار السنسله في العنق والتليفون. تبقى يضرب ليا، بقى يضرب فيا بالموس، مبقاش نحس. بقى صافي من شتا ما بغاش كاع يريد، كنطلق اخويا الطاهر الطاهر، قلت له راه انا اخويا. واش يريد ما يضربنيش؟ قلت الناس واش يعرفوني انا اخو الطاهر؟ واش يريد ما يضربنيش؟ هذيك هي توقيت نزقي نجري من شهر، بقيت نزقي نزقي وانا هربانه عند خويا، نزقي بخويا الطاهر خويا الطاهر. هذيك هي تلاقاتني مرت خويا وعنقتني هاكا عندي. صافي هاديك هي هنايا وقتين زقني، يعني حتى هما سلكني. شحال هاد الشيء ضربك قدام الناس بالنهار؟ لا عند 9 تاع الليل. مع 9 ديال الليل، يعني هنا في سدرة بوعمود. سدرت معقود. وباش ضربك؟ واش بالموس بالسيف باليدو؟ حد لا بالموس، ولكن ما حسيتش بيدي تاعك مخلوعة، كنحس كضربة كادي فيا. وهذاك الدري اللي ضربك يعني علاش ضربك؟ واش عرض لك بغى يسرقك، ولا كاين شي حسابات قدام بيناتكم؟ لا بغى يديني. بغى يسرقك، بغى يتكرفس عليك. وقت نزقي انت شحال في عمرك؟ زيد في 81. 81، مزوجة، عندك بنية. عندي بنية. اي، وجيتي ضيفة هنا عند الوالد ديالك. وهذا كان مقرقب، كان سكران، كان قالوا لي كان يشمكر. يشمكر، يعني كيدير تشمكير. اذا وشحال فيك مغرزه دروك؟ شحال مغرزه دار فيك؟ المهم في 8 تاع الضربات، 8 وقال لي اسمي حسن، يعني 8 ضربات، وحده هنا في العنق وحده في العنق وحده في الراس. وعندي هي عندي وحده في الظهر، وهذه عندي هذه هاد كيف اليد في الظهر، وهنا يعني قلع حد شي شوف ما كان علاش تقلعي هذا طار باين اذا تقلعي هذه اذا عندي في الظهر 21 واحد وعشرين. نشوفوا هنايا وروح على ابنه في انتظار انها غادي نشوفوا. تقدري تقعي؟ تالي اللي كنت نتفرج الماتش في الدار، نهار لعبت المغرب، نهار اللي لعبت المغرب، نهار الاثنين كمل الماتش، ريحنا العائله ديالي، عطيتنا على خويا طار، خويا طار زقا زقا، خرجت نجري، لقيت المراه ما فيها ما تجمع الدمويات، علينا غير مشينا جبنا لابيلونس دينا للسبيطار. لا 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 ما كاينه ما جي، ما فيها كلشي دم، كلشي دم، يقول ما فيها ما تجمع كاع دم. قول لي فين ضربها يعني بلاش؟ لا ضربها لها العنق، ضربها غيذبحها، ضربها هنايا، ضربها للوجه، ضربها على اليدين، وفيها شي 22 غزه في الظهر، في الظهر، واه ما فيها ما تجمع كاع. صافي قلت له انا وجات لي الذبحه هنايا. جاتك الذبحه في جهه اخرى؟ واه ضربني. وسادو مين كان كيضربني فيهم ما حسيتش كاع، ما كنتش كاع نحس. اذا تقدر تكملنا؟ وكيت كان نزقي وخويا ودينا السبيطار ما والله ما فرص، ما عرفتش يعني فايت 40 يوم، بقات عند لابي جي ما عرفتش، يعني التروازيام داوها وملي دارت كوما
لا تكون احنا مقنا جبناها حتى للدار هنايا قعدت 12 ساعه ورديتها ثاني للسبيطار جبنا لاباس رديتها درنا لها السكانر ودرنا اذا اللي بغيت نعرف ان الحومه ديالكم ناقصها الامن يعني ما كانش الامن بزاف واخا واخا كان الامن كنصنع لهم ما كيجيوناش احنا جايين على جنب كنستناو ما كانش الامن لا 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 محمد وكاين هاد الحالات بزاف ديال عدات مرات كتصرى هاد الحوايج هاد عدات بزاف والضحيه هي هاد السيده خلا يا بنت ويا هي هي تعقدت تعقدنا حتى حنا معاها لا بقينا نخدموا لا المورا تلفت لنا كاع هذا الوالد السلام عليكم السلام انت الاب ديال اللهم سيدي هذا اللهم حق اللهم هذا باطل اللهم هذا منكر اللهم هذا منكر هذا ما قدينا له شفعينا باش نجريو عليه باش نشدوه ما شديناش نضربوا حاربين الله والدوله ولا هذه كيف دابا ما عرفوش تقدروا تخرجوا بالليل هنا بالليل هذا الشيء انا بروح نجرع عليا غير هذه البارح جرع عليا انا البارح انا با وجرع عليا دخلت في واحد الدار هو راه في بوجيتا حقوق المراه البارح جرع عليا انا بروحي حاطط هنا وجرع عليا اذا غادي نخليو الاخت تقول لنا اخر كلمه شنو غادي تقولي انا ما كنعش باللي كنقول هادي يكب عليا ليسانس ما يحرقني هادي يهود البارح سمعت خطيب هنايا هربت ودوك انا بنتي حرمت لي من القرايه ولاد خويا كاملين خوتي ما كيخدموا غير بنتي سمعنا باللي كان شي عداوه قديمه بينكم وبين الوالده ديال واش هادشي بصح كاين شي عداوه ما كاين لا عداوه لا والو ما كانش هادشي ما كان والو يعني هذا شمكان كي بالسيف وبالموش كيعرض عباد الله كلشي تي ضحايا من الضحايا يعني اربعه الناس وانت الخامسه ضربوا لك ماما هضري بالجهاد وشنو كطلبي بالبوليس وموكل الملك شنو تقولي لهم؟ يقبضوا يقبضوا شحال في عمرك انت؟ انا عندي 10 سنين 10 سنين اه راك تمشي تقرا ولا ما كتمشيش تقرا؟ ما نمشيش نقرا علاش؟ حيت خايف عليها عرض لك اذا ايها النظر الكرام السلام عليكم جميعا ورحمه الله تعالى